الموضوع ابتدى معايا بالهمجي برضو، كنت صغيره انتي بتقربي للفنانه الكبيره هناء الشربات صح؟ عمتي. عمتك فهم ساعتها قالوا له، كان في قبليه ليزا كانت عامله هند والدكتور نعمان، فكانت مكسره الدنيا يعني، وكانت بالنسبه لي بتفرج عليها كده اقول الله نفسي ابقى مكانها واروح المسرح وابقى يعني عارفه تقريبا انا اديتها عند قويه سافرت وجابوني انا. فقالوا لي انكل صبحي عايز يشوفك وبتاع، وانكل صبحي طول عمري بقعد على حجره وبتاع وكده. فدخلت فقالوا لي عايز يقابلك في فرحت البتاع، طبعا ركبي بتخبط في بعضها يعني بقابله على طول، بس في الموقف ده انا رايحه بقى اتعامل تيست. فاول ما شافني قال لي هدى هتقفي على مسرح؟ قلت له اه. قال لي طيب كان في بقى ناس معاه كتير في الاوضه انا ما اعرفهمش، قلت له اقف على مسرح؟ فقال لي طب يلا ارقصي. يلا ارقصي هطبل لك ورقصي. هو عايز يجيب اعلى حاجه عشان اشوف ابقى جريئه ولا لا. ورقصت قلت له طيب، قعدت اديتها. فاخدني في الهمجي، طبعا كانت تجربه، عملت بروفات كتير قوي 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 عشان طبعا انت عارفه مفيش ملقن مفيش حاجه، لازم المسرح صعب اللي بدا من اصعب حاجه، اصعب مسرح في مصر يعني، ولازم تقفي كمان في مكان معين خطوه كده خطوه كده يبقى فيها عقاب يعني. فابتدت من الهمجي، وبعدين جم يعملوا ونيس، فعايز برضو اربع اولاد وكده، فقال برضو يعملي فتقول انت عارفني يعني، قال لهم انت عارفها؟ قال لهم لا تيجي وتعمل تيست. ورحت عملت تيست مع 150 بنت مثلا، وفي الاخر الحمد لله اختارني يعني، اقتنع بيا تاني. بس الفنانه هناء الشربجي ما كانتش عامل واسطه، ما دخلتلكيش بقى في القصه دي. هي قالت له هدى تنفع، بس هو ما عندوش واسطه طبعا، ما فيش واسطه ايه يعني، لو مش يعني قال لهم طب اشوفها الاول واجربها يعني. فهي ابتدت في الهمجي، وبعد كده بقى ونيس الحمد لله.